تزايد الحديث مؤخرا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مما قد يمنح إسرائيل الفرصة للتركيز على قطاع غزة كما كانت تأمل منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات جديدة اليوم لبحث إبرام اتفاق ينهي الحرب على الجبهة اللبنانية. كما أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن آموس هوكشتاين وبريك ماكغورك مبعوثا الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزوران إسرائيل الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. تزامنت هذه الأنباء مع تقارير من موقع أكسيوس، حيث أشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن حزب الله أصبح مستعدا أخيرا للنأي بنفسه عن حركة حماس في غزة. وفقا لأكسيوس، قد يكون هناك اتفاق لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله خلال أسابيع، حيث بحث نتنياهو مع الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات الصفقة المحتملة. وذكر موقع أكسيوس تفاصيل الاتفاق المطروح، وهو إعلان لوقف إطلاق النار يليه فترة انتقالية تستمر 60 يوماً، ويعتمد الاتفاق على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني بعيدا عن حدود إسرائيل خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب نشر حوالي 8000 جندي من الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل خلال هذه الفترة، فيما يقوم جيش الاحتلال بسحب قواته تدريجيا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية. وفي تعليق على قرار، رد محمود القماطي نائب رئيس المجلس السياسي والإسرائيلي حول الصفقة المروج لها، مؤكدا أن الحزب لم يتلقى أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي. وأوضح القماطي أن أولوية حزب الله حاليا هي المعركة، مشددا على أنه لا يقبل أي تفاوض تحت النار، مطالبا بوقف العدوان قبل مناقشة أي قضايا سياسية. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد عبر عن نفس الموقف سابقا، حيث أكد في خطاب له أن الحزب دعا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل. وأضاف قاسم أن إسرائيل ومن خلفها يرتكبون المجازر، ونحن في وضع يتطلب اتخاذ موقف، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل لبنان أو المنطقة عن فلسطين. منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، قرر حزب الله دعم المقاومة هناك ولم يقبل بوقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق شامل في غزة. لقد تكبد الحزب ثمنا باهظا جراء هذا الموقف، تمثل في اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله وجزء كبير من قيادته. وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية القريبة من حزب الله بأن الحزب يدرج في بياناته العسكرية عبارات تؤكد أن ما تقوم به المقاومة هو دعم للمقاومة في غزة، مع إضافة عبارة الدفاع عن لبنان، دون تقديم أي التزام لفك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة. كما تشير الصحيفة إلى أن الحزب لا يرى في ظل استمرار الوحشية الإسرائيلية في غزة أنه من المنطقي الابتعاد عنها، حيث يتعارض هذا الموقف مع بنيته العقائدية وتفكيره السياسي ومعرفته العميقة بالترابط بين جميع جبهات المقاومة ضد العدو. وعن الأسباب وراء ذلك، فإن إسرائيل لا تفضل التفاوض مع كتلة عربية بل مع كل دولة على حدة، حيث تعتبر التجزئة هي الفكرة الرئيسية في عقل المفاوض الإسرائيلي. ومن المؤكد أن التفاوض مع كل دولة بشكل منفرد يعزز تأثير ميزان القوى أكثر من التفاوض مع كتلة واحدة. حاليا تسعى إسرائيل لوضع قضاياها المهمة في مقدمة الأولويات، مثل موضوع الرهائن وتدمير المقاومة وفصل مسار غزة عن المسارات اللبنانية أو اليمنية أو حتى العراقية، فالأمن يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لها، ثم تبحث في بقية القضايا حسب جدول أعمالها. ويرى البعض أن الاختبار الأكثر أهمية لمحور المقاومة ومدى التزامه سيكون في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية. من الضروري التأكيد على الربط الوثيق بين جبهات المحور، إذ ستعمل إسرائيل على العودة لتكتيك التجزئة من خلال الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان ثم الانتقال لمناقشة موضوع غزة. تضغط إسرائيل على حزب الله من خلال القصف الجوي العنيف والمجازر والتوغل البري، حيث نفذت أوسع حملة قصف جوي استهدفت مناطق شاسعة في الجنوب والبقاع، بالإضافة إلى ملاحقة خطوط إمداد السلاح عبر استهداف الطرق الدولية في جبل لبنان. تحاول القوات الإسرائيلية التوغل من الاتجاهين الشرقي والجنوبي،
وقد ظهرت في مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات توغل محدودة في وادي العصافير وجنوب تلة الحمامص بعد تقدم من المطلة، كما فجر الجيش الإسرائيلي منازل في وادي العصافير ومحيط المعتقل في حي الشرقي بالخيام، واستهدفت قذائف المدفعية بلدة برج الملوك. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية استأنفت محاولاتها التوغل في مدينة الخيام، حيث دارت اشتباكات طوال الليل حتى الصباح باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية للخيام، بالإضافة إلى اشتباكات أخرى من الجبهات الشرقية. وفي الوقت نفسه واصل الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق الخيام وقرى قضاء مرجعيون. وأعلن حزب الله أنه استهدف طائرة مسيرة من طراز هيرمز 450 وأجبرها على المغادرة، كما أفاد بأن وحداته الصاروخية استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في منطقة العمرة جنوب الخيام مرتين، في منطقة اليعقوصة عند أطراف الخيام وخلة العصافير، ومنطقة وطي الخيام في جنوب شرقي المدينة وعند بوابة شبعة، بالإضافة إلى استهداف منطقة شرق نبع الوزاني وبوابة فاطمة. وفي المقابل استمر إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، حيث نفذ حزب الله هجوما جويا باستخدام سرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، كما قصف منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا بالصواريخ.